صباح الخير على حضراتكم، يوم جديد وإشراقة جديدة تطل عليكم بالأمل والتفاؤل والحيوية. بصبح على حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح مي، وبصبح على زملائي خلف الكاميرات، وبصبح على زميلي أندرو اللي هيشاركني الحلقة النهاردة. صباح الفل يا أندرو. صباح الفل عليك يا مارينا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج صباح مي، حلقه يوم الخميس 11 يناير 2024. ان شاء الله هنكون مع حضراتكم انا ومارينا من دلوقتي ولمده ساعتين على الهواء مباشره من خلال ثلاث فقرات زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما. الفقره الاولى بتكون الفقره الاخباريه اللي بنحلل فيها وبنقول فيها اهم واخر الاخبار اللي حصلت مؤخرا. كمان عندنا قراءه للمقال الاسبوعي لنيافه الحبر الجليل لانبا ارميه الاسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، ومقال جديد بعنوان ثورات وحروب مدينه السلام 7. الفقرة الثانية بتكون الفقرة الصحفية اللي بنتناول وبنحلل فيها أهم المنشطات اللي تصدرت في الصحف المصرية. الصفحة دي الفقرة دي هتكون هيكون معانا مداخلة تليفونية من الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين. أما بقى فقرتنا الثالثة والأخيرة مشاهدينا الكرام، فموضوعنا النهاردة موضوع شيق ومهم جدا جدا، لأنه بيخاطب كل بيت مصري. بيخاطب كل بيت مصري ليه؟ لأنه ما أعتقدش إن مفيش بيت في مصر ملهوش حد في منظومة التعليم. منظومة التعليم وملف التعليم بالتأكيد ملف هام جدا جدا جدا، وبيستحوذ على أهمية كبيرة جدا من القيادة السياسية ومن الحكومة المصرية. عشان كده حابين نحن نتكلم عنه النهاردة في فقرتنا الثالثة والأخيرة. هنتكلم عنه باستفاضة، خصوصا بقى وإحنا داخلين على فصل الامتحانات وخلاص بقى البيوت المصرية بتستعد للامتحانات في مراحل مختلفة. فموضوعنا النهاردة عن تطوير التعليم، استنونا هيكون عندنا مناقشة يعني هامة جدا حوالين هذا الأمر. بس قبل كل ده مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نبتدي اول فقره في حلقتنا واول اخبار. برحب بحضراتكم من جديد، وهنبدا اولى فقراتنا النهارده وهي الفقره الاخباريه. واول خبر معانا انه امبارح كان في قمه مصريه اردنيه فلسطينيه بمدينه العقبه لبحث تطورات الاوضاع في غزه. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مره تانية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما شفنا في التقرير، قمة مصرية أردنية فلسطينية بمدينة العقبة في الأردن لبحث التطورات في قطاع غزة. امبارح كان في قمة ثلاثية هامة جدا بتجمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس أبو مازن، وذلك في إطار الجهود المستمرة في تنسيق المواقف العربية وبالتأكيد لبحث آخر التطورات في قطاع غزة. والحقيقة أنه هذه القمة قمة هامة جدا وهيخرج عنها نتائج هامة جدا، وفي مطالب واضحة للثلاث بلاد اللي موجودين في هذه القمة. كل ده هنناقشه مع حضراتكم من خلال ضيفنا اللي هيكون معانا دلوقتي عبر الهاتف، دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. يا دكتور برحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أهمية هذه القمة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر الحقيقة، واللي يعني وإحنا بنكلم حضرتك دلوقتي وبنكلم السادة المشاهدين وصل عدد الشهداء تقريبا ل 23,357 شهيد، وإحنا بنتكلم عن رقم ضخم جدا. فإيه أهمية هذه القمة في الوقت الحالي بالذات؟ هو بالتأكيد طبعا هذه القمة الثلاثية بتكرس لمفهوم التنسيق والتعاون بين الأطراف الثلاثة
المعنية مباشرة بالقضية الفلسطينية وتطوراتها تتزامن حضرتك مع جولة بلينكن في الإقليم وبعض الآراء والأفكار والرؤى التي طرحها بلينكن سواء على المستوى المدى القصير والمدى الطويل، وبالتالي في تباينات في المواقف، يجب أن نعترف تباينات في المواقف الأمريكية الإسرائيلية مع ما يطرح الآن، وبالنسبة لنا إحنا كمصالحنا ومخطط تحركاتنا في الفترة المقبلة. طبعا كما تعلم الرئيس محمود عباس كان في القاهرة خلال الأيام الأخيرة، ثم كان التنسيق المباشر مصر الأردن ومصر السلطة الفلسطينية، وكان لابد أن تتم هذه القمة، وهي قمة حائط الصد أمام أي مخططات قد تفكر فيها الولايات المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل. يعني الولايات المتحدة لا نستطيع أن نقول أنها وسيط محايد يبحث عن حل ويبحث عن إطار إقليمي للتهدئة، لأنه أولا لم ينجح بلينكن في إقناع الحكومة الإسرائيلية بتحريك المشهد والقبول بفكرة الهدن الإنسانية ووقف عمليات الضربات في القطاع. المخطط الإسرائيلي للأسف ماضي في طريقه بصورة كبيرة، والإدارة الأمريكية أخفقت وفشلت وتواطأت مع إسرائيل في هذا الإطار، وكل عاصمة زرها حتى الآن بلينكن يطرح ما يروق له بالنسبة لأفكار خاصة بعودة التطبيع والسلام الإقليمي والتعاون وغيره، ولم يتطرق إلى الأزمة نفسها. ارتدادات أزمة غزة هي من دفعت الإدارة الأمريكية للتحرك والتحرك المباشر، لأن حضرتك تعلم أنه الحضور الأمريكي استهدف في الإقليم سواء من الفصائل والميليشيات الموجودة في المنطقة، وستخسر الولايات المتحدة مصداقيتها بصورة كبيرة وستتضرر مصالحها العسكرية والاستراتيجية. ده جزء مهم قوي. بتأتي بقى القمة الثلاثية لتنسيق المواقف في أمرين. الأمر الأول هو محاولة لأن تكون هناك مقاربة عربية من الأطراف الثلاث المهمة والمعنية بالقضية الفلسطينية أمام ما يطرح، لأنه ما يطرح حتى الآن لا يزال في إطار محدد ترحيل الفلسطينيين برغم كل ما تسمعه حضرتك من تصريحات، لكن المخطط الإسرائيلي للأسف ماضي في طريق، والعمليات العسكرية ماضية. ربما انتقلنا في المرحلة الثالثة في العمليات في غزة إلى مرحلة نوعية. نوعية ما بين قوسين كده معناها اختيار أهداف استئناف سلك الاغتيالات. دكتور، بالحديث عن الأهداف، يعني إيه الأهداف الواضحة اللي دعت إليها هذه القمة بشأن القضية الفلسطينية؟ هو التأكيد أستاذة مارينا على الثوابت، تأكيد على الثوابت التي تتحرك فيها مصر والسلطة الفلسطينية والأردن. طبعا تعلمي أن الأردن هو مشرف على المقدسات الإسلامية فدوره مركزي، وهو أيضا مستهدف بالنسبة لفكرة خيار الوطن البديل، وبالتالي القمة مهمة لبلورة موقف عربي مصري أردني فلسطيني في هذا التوقيت لنقله للإدارة الأمريكية بصورة مباشرة، ردا على ما طرحه وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في هذه الجولة. الأمريكيين بيطرحوا رؤى لابد أن نرد عليها، ونرد بصورة مباشرة، ونرد في إطار تنسيق الأطراف الثلاث، وليس مجرد إبداء تصريحات هنا أو هناك. بالعكس، أنت ما تشاهدينه الآن هو بلورة موقف محدد ومنضبط حتى في عناصره، ومنضبط أيضا في أهدافه بصورة أو بأخرى. طب يا دكتور، يعني بخبرة حضرتك كده، هل بتتوقع أنه هيكون فيه هدنة إنسانية في القريب العاجل؟ يعني مصر بتتحرك بصورة حضرتك مباشرة، والقطريين بيتحركوا أيضا، لكن أعتقد أنه الأهم الآن هو وقف إطلاق نار تكتيكي، لأنه بدأنا نسمع بعض الأفكار الشيطانية منها أن احنا ندخل في موضوع الهدن الإنسانية مقابل عودة بعض السكان إلى منطقة شمال غزة. هذا كلام طبعا غير واقعي، لأن المناطق الشمالية تحديدا تضررت بصورة كبيرة، والقطاع أصبح غير صالح للحياة بالمناسبة يعني، وبالتالي يحتاج إلى فترة لإعادة تأهيل البنية الأساسية وغيره. والأهم من كل ده يا دكتور دخول المساعدات الإنسانية في الأول، بس يعني قبل ما القطاع يتصلح وقبل أي حاجة، بس الأرواح اللي بتروح دي بسبب قلة الغذاء وقلة الماء وقلة كل حاجة يعني موجودة هناك. ما هو لا نريد أن نحول يعني القضية إلى بعد إنساني، القضية لها بعد سياسي كبير، لأنه أنت دمرت بنية القطاع، فإذا أدخلت المساعدات بصورة كبيرة
للسكان الموجودين. السكان يحتاجوا أكثر من هذا، يحتاجوا مباني، يحتاجوا إنشاء منشآت، يحتاجوا خدمات يومية. كل ده لن يتم حضرتك من المساعدات بصورة أوضح. وبالتالي الحديث الأمريكي الآن حول إقامة مساكن بديلة مؤقتة، مؤقتة دي ما بين قوسين مهمة للغاية، لأنه هذا معناه أنك أنت هتحول القطاع إلى مخيمات. الإسرائيليين بيتحركوا في إطار ترتيبات أمنية واستراتيجية في عمق القطاع وفصل الشمال عن الجنوب، ويبقى مناطق الشمال مختلفة، تبقى مناطق فيها كانتونات، بلوكات، بافر زون وغيره، ومناطق الجنوب هي دي اللي هتبقى فيها إعادة التأهيل أو غيره. وبالتالي كل هذه المخططات لابد لمصر والأردن والسلطة الفلسطينية أن تحط عليها وأن تبلور رؤية مباشرة في هذا الإطار للتعامل مع ما يمكن أن يجري ويطرح في هذا التوقيت. دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخلة وهذه التحليلات. مشاهدينا لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا، لكن اسمحوا لنا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. على مدار السنين كانت مصر بتعاني من عدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو اللي تكفي احتياجاتها وتعوض الزيادة السكانية المتسارعة. ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 تعطلت المسيرة المصرية، ووصل حجم الخسائر ل 450 مليار دولار، وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 ل 13 مليار دولار في 2013، ووصل دين الموازنة العامة للدولة في 2014 ل 2.1 تريليون جنيه، وهو ضعف ما كان عليه في 2010. وصلت فاتورة الاستيراد لحوالي نص تريليون جنيه. العوامل دي كلها كان لازم لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة. واحنا موجودين عشان نفضل نشتغل. وفي 2014 الدفة اتغيرت وبدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر. وأول حاجة اشتغلت عليها البلد كانت السيطرة على الاضطرابات الأمنية ومواجهة الإرهاب. كنا بنقول إحنا عندنا استعداد نعيش 10 سنين من أكل، من غير أكل ومن غير شرب، بس يبقى فيه أمان. ومن بعدها اشتغلنا على الإصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين عشان نبني البلد من تاني. وفوراً وضعنا خطة إصلاح اقتصادي شامل بدأت بتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال وجود مرونة في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب، بدل ما كان بيتسعر بأعلى من قيمته، فكان بيقضي على أي أمل لأي صانع مصري إنه يشتغل ويصدر. وفي نفس الوقت برنامج الإصلاح الاقتصادي شمل أيضاً تغيرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية عشان خدمات الحكومة توصل لمستحقيها الحقيقيين. وبالتوازي اشتغلت البلد على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار عشان تكون جاذبة لرؤوس الأموال. فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس أي شركة في مصر، فبدل ما كان تأسيس شركة بيستلزم 10 إجراءات وحوالي 20 يوم، بعد القوانين والقرارات الجديدة بقى يقدر أي مواطن إنه يفتح شركة في خلال يوم واحد بإجراءين بس. ده غير الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء وتطوير مراكز لخدمات المستثمرين. أما على الأرض، مصر ابتدت في عشرات المشروعات القومية في كل المجالات. كل المشاريع دي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد من تاني وتعزيز دور القطاع الخاص في البلد، وده انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي وهو 45 مليار دولار، وانخفاض التضخم من أكثر من 33% لحد ما وصل في 2019 لأقل من 4%. واحد من أهم عوامل نجاحنا كانت المعجزة اللي حققناها في قطاع السياحة بعد ما استعدناه من بعد سنين انهيار بسبب الفوضى اللي مرت علينا. وبعد ما انهارت إيرادات القطاع في 2011 بنسبة 30% ما سكتناش، وفي خلال 9 سنين وصل حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والآثار ل 65.15 مليار جنيه. انتشار وباء كورونا في نهاية 2019
خلى العالم كله يقعد في البيت، المصانع وقفت والإنتاج اتعطل، ونتيجة لده تعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت لـ8 تريليون دولار، فأسوأ أزمة شهدها العالم من أيام الكساد العظيم. وحتى بعدها لما الحياة بدأت ترجع من تاني ظهرت مضاعفات للأزمة. بعد ما وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة فحصلت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله. دخلنا في أزمة تانية، الحرب الروسية الأوكرانية، واللي ضعفت من أزمة سلاسل الإمداد، وفوقها عملت أزمة طاقة بعد ما ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت لـ20%، والنتيجة كانت موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل. وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل، بس احنا كنا مستعدين. البنك المركزي اتخذ سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفايدة لمواجهة التضخم، والمالية زودت مخصصات الحماية الاجتماعية وزودت الأجور والمعاشات عشان تساعد المواطن على تخطي الأزمة. وكملنا في طريق جذب الاستثمارات بقوانين زي الرخصة الذهبية، وعملنا المؤتمر الاقتصادي، ومن مايو 2022 قمنا بكتير من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات زي وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق منصة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين. كذلك قمنا بإنشاء صندوق مصر الفرع للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنين لـ19 قطاع صناعي ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفايدة ميسرة 11%. وفي 2022 البلد حققت أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنين، بإجمالي وصل لـ10 مليار دولار، بزيادة ضعف تقريباً عن 2014. وعلى مدار السنين دخل مصر صافي استثمارات وصل لـ63 مليار دولار. محدش استنى إنجاز يسلم التاني، بالعكس مصر اتحركت في كل المحاور في نفس الوقت، لأنها أمنت إن الحكاية مش حكاية مباني ومصانع، الحكاية في الأساس حكاية وطن. برحب بحضراتكم من جديد. والحقيقة من بداية السنة احنا شفنا ارتفاع كبير قوي في أسعار الذهب، لكن دلوقتي بنشوف تراجع سعر الذهب بشكل مفاجئ بعد ما وصل سعر الجرام من عيار 21 لحوالي 3500 جنيه بالمصنعية على بعض المشغولات، تراجع ليبدأ من 3200 جنيه للبيع للعيار الأشهر في مصر. وطبعا كان في كمان تراجع لسعر الجنيه الذهب اللي بيفضلوا كتير للاستثمار وان هم يستفيدوا بيه. عاوزين نعرف اكتر عن هذا الخبر، عاوزين نعرف اكتر هل هيكون فعلا في انخفاض بشكل مفاجئ ولا لا. علشان كده هيكون معانا على الهاتف دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب. صباح الخير يا دكتور. أهلا حضرتك. أهلا صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني في البداية احنا عاوزين نشوف هل ننزل نشتري ذهب دلوقتي ولا هيكون فيه انخفاض بشكل أكبر؟ هو طبعا بقالنا أكتر من عدة أيام توجد تراجعات يومية حوالي 50-70 جنيه يوميا، وزي ما قلت حضرتك تراجع من 3500 إلى لغاية الوقت الحالي 3190، وساعات كمان 3180، يعني كسر كمان 3200. وده طبعا لان الارتفاع كان سريع، ويعني نتيجه ضغط شرائي قوي في فتره زمنيه قصيره ادى الى ارتفاعات غير مبرره، لان يعني نقدر نقول السعر الفير للذهب هو اقل من كده. وطبعا مع تواجد الشهادات ذات العائد المرتفع اللي هي 27%، سحبت سيولة كتير من الأسواق، وطبعا هتسحب التضخم، فطبعا ده أثر بقوة على أسعار الذهب. وإحنا أخذين إن لسه يعني متوقع إن الذهب يوصل 3000-3050، يعني طول ما الشهادات شغالة، طول ما في ضغط على أسعار الذهب. طيب حضرتك يا دكتور كنت بتقول انه الشهادات اللي موجوده هي بتاثر بشكل كبير على اسعار الذهب، ايه تاني ممكن ياثر على اسعار الذهب وعلى سوق الذهب بشكل عام؟ طبعا رقم واحد هو سعره العالمي، وسعره العالمي على فكره يعتبر ثابت اكتر بقى له اكتر من 10 ايام،
من 2032 ل 2025 بيتراوح ما بين زياده 5 دولار فوق او تحت، يعني يعتبر ما فيش تغيرات جوهريه. يغير عليه برضو العرض والطلب، وزي ما بقول برضو لحضرتك ان وجود الشهادات دي، لان اصلا الشهادات دي كانت الشهادات اللي كانت السنه اللي فاتت اللي هي ب 25%، وهم كانوا حوالي 460 مليار واصبحوا بالفوائد 575 مليار. فطبعا الفايده دي سحبت هذه الاموال وسحبت اموال اخرى من السوق، فبتقلل التوجه للاستثمار ناحيه الذهب وبتؤدي لانخفاضات حضرتك اللي انت شفتها. طب يا دكتور، لو احنا اخذنا الذهب من الجانب الاستثماري، امتى ابيع وامتى اشتري وامتى انتظر؟ هل في مؤشرات للاستثمار؟ حضرتك ما تشتريش في بيك، يعني في قمه، او بالذات لما تلاقي دي قمه ارتفاعات سريعه وقويه وبدون سبب، فده بيبقى نتيجه يعني تهافت على الشراء في فتره زمنيه قصيره. لكن يعني كل ما كانت في ارتفاعات قويه قوي، لا التريث والتمهل ساعتها بيبقى مطلوب. على اساس ان الواحد يعني مثلا في ناس اشترت ب 3000 و300 و350 كده، الاسعار بدات ترجع عليهم، فعشان يعني ما نحققش اي خسائر ولا حاجه يبقى احيانا التريث بيبقى مطلوب. طب يا دكتور، يعني الحقيقه في جهود مكثفه جدا من الحكومه المصريه للحفاظ على صناعه الذهب. في مشروع مهم جدا اطلق اسمه ورشتي، هو يعني خاص بدعم ورش المشغولات الذهبيه. عايزين حضرتك تدلنا فكره اكتر عن هذا المشروع واهميته. هو طبعا المشروع قطاع صغار الورش يمثل اكتر من 60% من حجم الورش المنتجه في جمهوريه مصر العربيه. فالورش دي مع ارتفاعات الخامه سعر الذهب يعني وارتفاعات اسعار الماكينات اصبحت تعاني وتعاني بشده. لذلك قررت وزاره التموين والتجاره الداخليه رئاسه معالي الوزير الدكتور علي مصلحي اعتماد مشروع ورشتي. ده لدعم اولا 1250 ورشه، ولو قلنا 1250 ورشه كل ورشه فيها خمس عمال، يعني حوالي 5000 او 7000 اسره. هو مشروع اساسا اجتماعي رقم واحد، فني رقم اثنين، دعم وبيدعم الصناعه والعمال الحرفيين على اساس ان العماله الحرفيه لا تنقرض، بالعكس نتبنى صغار الورش والمنتجين الصغار بحيث ان يقدروا يكملوا في وسط الظروف الصعبه الموجوده حاليا. بدات المرحله الاولى ب 50 ورشه، ومتوقع باذن الله ان يتم استكمال بقيه المراحل لدعم الورش الصغيره. طب يا دكتور، لو احنا نتكلم عن مبادره زيرو جمارك، هل لا زالت مفعله؟ اكيد اكيد طبعا. المبادره الاولانيه دخلت حوالي 2.5 طن ذهب، ونحن نعلم جيدا ان الذهب هو يساوي عمله صعبه. الذهب هو العمله العالميه الوحيده المعتمدة في كل أنحاء العالم، فتمدد 6 أشهر أخرى وتنتهي في 24/5/2024 اللي احنا فيه. دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام، لسه عندنا أخبار كتير في فقرتنا الإخبارية، لكن اسمحوا لنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نستكمل باقي أخبارنا. خليكم مصر مش أي أرض، مش حبات تراب ورمل، دي كل شبر فيها يعني فرصة، يعني أمل. دي أرض مروية بإصرار وعزيمة وعمل، كل نقطة مية غالية بتفتح طريق لبكرة. جاري استصلاح 1.5 مليون فدان ضمن 4 مليون فدان مستهدفة للاستصلاح. صوب زراعية يتم تجهيزها بأحدث التكنولوجيا، وتخصص 30,000 فدان في الوادي الجديد لزراعة 2.5 مليون نخلة ضمن مشروع توشكا.
تم رفع الحظر المفروض على المحاصيل المصرية وفتح أسواق جديدة للتصدير. أما المزارع السمكية فارتفع إنتاجها بعد زيادة عدد المزارع السمكية الحديثة، حيث تم الانتهاء من 1360 حوض بمزرعة بركة غليون و 4440 حوض في مشروع هيئة قناة السويس، وجاري تنفيذ مزرعة شرق بورسعيد السمكية على مساحة 15,000 فدان ومزرعة مثلث الديبة. ونخلق في الرمل حياة وجمال وإيدين تحصد خير ملهوش حد. بلغ حجم الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 48 مليار و500 مليون جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. أهلا بحضراتكم من جديد، واستكمالا لأخبارنا، كان في اجتماع مهم جدا جمع بين وزيرة الخزانة الأمريكية والدكتور محمد معيط وزير المالية المصري والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. ومن خلال هذا الاجتماع أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للاقتصاد المصري وإصلاحاته اللي بتجريها الدولة في الوقت الحالي. وإحنا بنتكلم عن اجتماع أهم جدا بيجمع ثلاثة مهمين جدا، بيتكلم عن الاقتصاد المصري، ده جزء، والجزء الثاني بنتكلم كمان عن يعني تعزيز وجهود ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد المصري وإصلاحاته في الوقت الحالي. فبالتأكيد نحن نتحدث عن اجتماع في غاية الأهمية. هنعرف إيه اللي دار في هذا الاجتماع من خلال دكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. يا دكتور بنرحب بحضرتك. أهلا، صباح الخير حضرتك على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني عايز أسأل حضرتك أهمية هذا التصريح من جانب وزيرة الخزانة الأمريكية بخصوص دعم الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد المصري وإصلاحاته في الوقت الحالي. طبعا هذا التصريح يعني بيأتي في وقت مهم جدا. الدولة المصرية بتجري مزيد من المشاورات ما بينها وما بين صندوق النقد الدولي، ما بينها وما بين البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. وأيضا مصر بتناقش التداعيات الاقتصادية العالمية. وعندما يأتي تصريح مهم من وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد فيه دعم أمريكا القوي لمصر و تقديرها لما تقوم به من إصلاحات اقتصادية، ده بيدل على أن مبدئيا يعني أن يكون العرض اللي تم من الجانب المصري للإصلاحات المصرية هو عرض جيد، وأن الرسالة المصرية قد وصلت. ومن جانب آخر فإن هذا التصريح يدعم الجهود المصرية في تعاونها مع المؤسسات الدولية. فالولايات المتحدة الأمريكية لها تأثير كبير ولها ثقل في اتخاذ القرار وفي تحديد مسار القرارات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد كبير من المؤسسات الدولية. بالتالي فإن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمسار المصري هو أمر جيد و يساند المقترحات والمخططات التي تسعى إليها مصر خلال الفترة القادمة في إطار التعاون بينها وبين المؤسسات الدولية. طب يا دكتور، يعني عاوزين نعرف جهود الدولة لجذب الاستثمار. وطبعا الدولة يعني قامت بكل شيء الحقيقة، وقامت سواء من هذه الطفرة الكبيرة جدا في إعداد البنية التحتية، إعداد الطرق، المواصلات، تطوير الموانئ، تطوير الاتصالات، إعداد الأراضي الصناعية، كل ده طبعا بيساعد القطاع الخاص على العمل. أيضا كانت هناك طفرة كبيرة في الإطار التشريعي وتقديم حوافز وضمانات للمستثمرين. أيضا تم الانخراط على كثير من التكتلات الدولية التي تساعد على فتح الأسواق للمستثمرين، مجهودات كبيرة جدا قامت بها الدولة المصرية. وأصبح يعني مطلوب من القطاع الخاص مزيد من التفاعل مع الجهود اللي بتبذلها الدولة خلال المرحلة القادمة. طب يا دكتور، يعني دخول مصر منظمة البريكس، إيه انعكاس ده على الاقتصاد المصري؟
هو طبعا دخول مصر بريكس هو احد مسارات جهود الدولة الخارجية في الانخراط على الكيانات الاقتصادية الكبيرة دوليا، وبريكس تحديدا يعني لا تعتبر منظمة بقدر ما هي تجمع مبادئ. فدول بريكس هي تكتل يقوم على تعزيز التجارة البينية والاستثمارات ما بين الدول الأعضاء من خلال عالم يسعى إليه التكتل، عالم متعدد الأقطاب، عالم يستخدم عملات إلى جوار الدولار يستخدم عملات أخرى، ويعزز من عمليات التبادل بالعملات المحلية. كل هذه المبادئ وغيرها تسير عليها مؤسسات بريكس، والتي من أهمها بنك التنمية الجديد اللي تعمل مصر على الحصول على تمويلات منخفضة التكلفة منه تدعم مسارها التنموي. ولكني أتصور أن أهم نتائج من الممكن أن تحدث خلال الفترات القادمة لابد أن تأتي من رجال الأعمال. فهناك مجلس أعمال لدول بريكس، الاتفاقات دائما ما تحتاج إلى شركات وتحتاج لرجال أعمال من أجل تفعيلها. عندما نتحدث عن عمليات تبادل تجاري، فإن من يمتلكون المنتجات ومن يقومون بعمليات التبادل هم في الغالب شركات قطاع خاص. من هنا فإنني أدعو رجال الأعمال المصريين والمستثمرين والمصدرين إلى الانخراط في تكتل، إلى الانخراط في مجلس أعمال بريكس، وإلى خلق مزيد من التعاون مع دول بريكس، على اعتبار أن هذه المناقشات وهذا التعاون إذا احتاج إلى مساندة حكومية فإن هناك وحدة تنظيم عملية، خصوصا مع التسهيلات الكبيرة اللي بتقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين كمان. بالتأكيد، فدور المستثمرين هو الدور الأساسي من أجل ظهور أثار ونتائج دخول بريكس خلال الفترة القادمة. دكتور وليد جبال الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخلة. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، لكن اسمحوا لنا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. برحب بحضراتكم من جديد، والحقيقة احنا كل يوم بيبقى فيه اكتشافات أثرية جديدة، كل يوم بيبقى فيه اكتشاف للحضارات اللي بناها أجدادنا المصريين.
كان في كشف أثري جديد بالمنيا، مومياوات وتوابيت وأقنعة ذهبية وتماثيل، وده لنكهة البعثة الأثرية الإسبانية من جامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدنى القديم في الكشف عن عدد من المقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني وعدد من المومياوات من العصر الروماني، وده كان خلال أعمال حفائرها بمنطقة البهنسة الأثرية بمحافظة المنيا. عاوزين نعرف أكتر عن المنطقة، يعني عاوزين نعرف أكتر عن الاكتشافات اللي تم اكتشافها. عشان كده بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار. دكتور صباح الخير. صباح الخير أستاذة مارينا، كل التحية لحضرتك وكل أستاذ عبد الرؤوف وكل مشاهدين حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. دكتور عاوزين نتكلم أكتر عن طبيعة المنطقة الأثرية اللي هي البهنسة بمحافظة المنيا. طيب قبل ما نتكلم عن البهنسة، البهنسة دي موجودة في أهم مدينة من المدن، أنا بعتبرها المدن الأثرية في مصر، وتنافس الأقصر اللي هي مدينة المنيا أو محافظة المنيا. المنيا معروف إن هي من أهم المدن، هي المدينة التي خرجت منها التوحيد، هي مدينة أحد مزارات أو موجود فيها أحد مزارات العائلة المقدسة في جبل الطير وفي البهنسة نفسها، كمان فيها البقيع الثاني لأن فيها حوالي 5000 من الصحابة أثناء فتح مصر مدفونين في هذا المكان. وبالتالي مدينة المنيا من المدن المهمة جدا، وانتم كنا قلنا قبل كده أن هي أول أولمبيات أقيمت في المنيا، أول مركز للتوحيد في العمارنة في المنيا. وبالتالي مدينة أو محافظة المنيا من محافظات يعني لو استغلت سياحيا أعتقد هتنافس الأقصر وهتنافس الجيزة والهرم وكل هذه الأماكن، ولكن البهنسة من المدن المهمة جدا والمناطق المهمة جدا، وهي مدينة مقدسة في حد ذاتها، يعني موجود فيها في التاريخ الفرعوني هتلاقي فيها أثر جدا، في التاريخ اليوناني الروماني اللي بعث الشبالة فيها دي، في التاريخ القبطي أو المسيحي هتلاقي فيها موجود فيها شجرة هناك أحد مزاراتها المقدسة، وهناك جبل الطير مهم جدا جدا من الأماكن، هي بيعتبر بيجهزوا دلوقتي من ضمن أماكن الحج المقدس. وزي ما قلت حضرتك كمان فيها منطقة البهنسة فيها مزار مهم جدا للمسلمين اللي فيها بعض مقامات لبعض الناس اللي توفهم أثناء فتح مصر وهم يعني مؤثرين في الناحية الإسلامية. وبالتالي هذا المكان مهم جدا. البعثة تشمل أو هي لجامعة برشلونة شغالة في هذا المكان من حوالي 32 سنة، وكل سنة لها إنجاز مهم جدا جدا، ومن ضمن هذا الإنجاز السنة دي إنهم لقوا مجموعة من المقابر، طبعا شيء عادي وطبيعي وكل يوم بنسمع عنه، لكن الجديد في هذا الموضوع أستاذ مارينا إن أنا عندي المقابر دي نوعية الدفن فيها مختلف عن باقي المقابر، بمعنى إن المقابر دي بيبقى معروف إن في توابيت، ولكن دي عاملين حفر واخدة شكل التابوت في قلب الإيه في قلب الأرض، فدي شيء جديد، لأن كمان بعض التوابيت خالية وبعض المومياوات من غير توابيت، فالموضوع يعني ما نعرفش وجاي إزاي، لأن بعض المومياوات موجود فيها حاجة مهمة جدا هو ما يسمى باللسان الذهبي، ودي يمكن ظاهرة بدأت في العصر اللي هو اليوناني الروماني، إن مكان لأن معروف إن اللسان هو عضو يعني بيندثر أو بينتهي بسرعة لأنه عضو حاجة مائية، وبالتالي بيحطوا هذا العضو الذهبي مكانه لكي يعني في رأيين في هذا الموضوع، يقال أنه بيديله إلى المركبي اللي هو بيعبره إلى وبيوديه للعالم الآخر، والرأي الآخر هو لكي ينطق بالحق. حتى عندنا في الفكر المصري الشعب حتى الآن إما واحد بيتكلم كويس بيقول له أنت لسانك بينقط ذهب، فبالتالي مهم جدا هذا الموضوع. طب دكتور قبل ما ننتقل أستاذ حضرتك قبل ما ننتقل لنقطة تانية، عايز بس أفهم حتة هنا، حضرتك كنت بتتكلم إنه هذه المنطقة فيها نمط جديد في الدفن، طيب ايه هو بقى الاساليب الدفن المعتاد عليها قبل كده، واشمعنى العلماء اطلقوا على هذا او هذه المنطقة انه فيها نمط جديد من الدفن؟ هي حضرتك طبعا لان معروف الفترة دي كانت فترة اليوناني الروماني، واليوناني الروماني كان لهم اسلوب مختلف شوية في الدفن على المصريين، يعني مصر القديمة كان بيبقى فيه مقابر عائلية وكل فرد من الأسرة ممكن يبقى له غرفة منفصلة أساس جنز منفصل، لكن بدأنا في هذا الوقت حصل حاجة اسمها الدفن الجماعي، في نفس الوقت إن مش كنش فيه تابوت منفصل ولكن بيبقى التابوت واخد موجود منقور في الصخر، وبالتالي بيبقى واخد معامل شكل التابوت في الصخر بغير إن هو يبقى تابوت منفصل وعلى نقوش. ثالث حاجة إن هو طبعا إيه التحنيط مبقاش بنفس الجودة اللي كان عند المصريين القدماء، وبالتالي الدفن في هذه المنطقة مختلف شوية عن الطريقة المصرية القديمة، لأن في حضرتك إن كل شعب يبقى له معتقده وله تفكيره الديني، وبالتالي ده بيأثر في كل عاداته حتى عادته الجنائزية وعادته الدفن، لأن كل شعب أو كل منطقة بيبقى لها إيه أسلوب حياتها، وبالتالي وجدنا في هذا المكان أسلوب يمكن إيه مختلف شوية. كمان يمكن حتى في بعض التماثيل لقيناها صغيرة اللي هي مرافقة ليهم، يعني هنا لقينا تماثيل لواحد يعني اسمها التراكوتا، ودي يعني مادة أدخلها لنا برضه لأن الروماني، والتراكوتا دي عبارة عن الفخار أو التين المحروق الملون،
ولقينا تمثال لواحد اسمه ايزيس افروديت، ودي جمع بين المعبود المصري القديمه ايزيس اللي هي بيسموها الاله الام وبين افروديت اللي هي معبود الحب في الايه في الرومان. فبالتالي داخل المقبره احنا وجدنا نمط جديد يحاول يجمع بين الحضاره المصريه القديمه وبين الحضاره الهلنستيه بمعنى حضاره الشرق والغرب. وبالتالي مؤشرات مهمه جدا. كمان لقينا بردي موجود عليه اختام من الطين زي ما بيقولوا ختم كده، فالبرد ده في حاله اكيد هيبقى فيه نصوص دينيه، وفي حاله قراءته اعتقد ان هيدي يعني مؤثر جديد، ونشوف ايه اللي حدث اللي هو اليونان والرومان خدوه من الحضاره المصريه والمدينه المصريه وايه اللي حصل بالعكس، وبالتالي هتدينا مؤشرات مهمه في هذا الاطار. فهذه المقبره اتوجد بعض وبعض يعني الاشياء اللي هي مهمه جدا هنعرفهم من خلالها ازاي هل طريقه التحنيط المصريه القديمه استمرت بنفس الخامات والادوات او حصل تغيير، لان احنا لقينا بعض الاواني والاواني اللي فيها عطور، معنى كده ان هم كانوا بياخدوا عطور معاهم اواني العطور في الداخل كنوع من القرابين كنوع من المحافظه على الجسد، وبالتالي هتدينا برضه مؤشرات جديده في هذا الموضوع، لدرجه ان انا عندي متحف كان من عده اسابيع في المانيا قدر يطلع لنا نوع جدود من العطور، قدروا ياخدوا الماده اللي هي موجوده دي ويحاولوا اعاده تحليلها وتخليقها مره اخرى، طلعوا لنا بلسم اسمه بلسم الخلود او عطر الخلود، ويمكن بقى متاح ان احنا نشم عطر اكتر من 3500 سنه. معروف فتره اليونان الروماني دي فتره مهمه جدا لانها من القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي عندنا 900 سنه، فاعتقد ان المقبره دي او عده المقابر دي هتدينا دلالات مهمه جدا. كمان نربط الاحداث يعني فيها حضاره مصريه قديمه فيها حضاره يونان روماني زي ما قلت حضرتك، فيها شجره العائله المقدسه في حاجات من مقابر من العصر الاسلامي، وبالتالي هناك مغزى من الدفن في هذا المكان وله تاثير مهم جدا، لان معروف ان مصر عامله طبقات حضاريه، ودايما الانسان لما بيحب يدفن او يسكن دايما يسكن في مكان بيستريح له سواء في الدنيا او في الاخره. وبالتالي بعتقد ان احنا بعد دراسه والنشر العلمي هذه المقابر هتبقى فيها دلائل مهمه جدا وهنطلع بنتائج مهمه جدا في هذا الاطار. صحيح يا دكتور، يعني احنا دايما بنستفيد من حضرتك ومعلومات حضرتك الثريه في يعني في هذا العلم بجد يا دكتور، يعني شكرا انك بتنضم الينا يعني بتشرفنا وبتنورنا في صباح مي دايما. دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا يا دكتور. مشاهدينا الكرام دلوقتي هننتقل مع حضراتكم للقراءه الاسبوعيه للمقال الأسبوع لنيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومقال جديد بعنوان ثورات وحروب مدينة السلام 7. خلونا نروح نطلع نسمع هذا المقال ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. تحدثت المقالة السابقة عن رجوع اليهود إلى أورشليم القدس من السبي في أيام كورش ملك فارس، الذي أصدر مرسوما بمنح المسبيين من اليهود العودة لبلادهم وبناء بيت الرب في أورشليم. وقد كان الرجوع الأول بقيادة شيشباسر زروبابل، وما إن بدأوا في وضع أساس للهيكل حتى تعرضوا للمؤامرات والحيل، لكن بناء الهيكل اكتمل بعد قرابة 20 عاما. ثم جاء الرجوع الثاني بقيادة عزرا الكاهن الذي اهتم بتعليم الشريعة للشعب العائد بعد فترة سبي امتدت 70 عاما، وجمع أسفار الكتاب المقدس ورتبها. أما الرجوع الثالث فقد كان بقيادة نحمي النبي أيام أرتحشست الملك، وبنى سور أورشليم المتهدم في 52 يوما. ويأتي ذكر فلسطين بعد ذلك في حقبة الإسكندر الأكبر، ثم زمان البطالمة الذي كانت فلسطين فيه تحت الحكم المصري. وفي سنة 198 قبل الميلاد هزم أنتيوخوس الثالث الملقب بأنتيوخوس الكبير جيش بطليموس في معركة بنياس، بعد أن حاول عدة مرات أن يستولى على فلسطين ليحكمها بدلا من البطالسة، لكنه هزم على يد الرومان سنة 190 قبل الميلاد. وسمع يهوذا باسم الرومانيين أنهم ذو اقتدار عظيم ويعزون كل من ضوى إليهم، وكل من جاءهم آثروه بمودتهم ولهم شوكة شديدة. وكسر أنتيوخوس الكبير ملك أسيا الذي زحف لقتالهم ومعه 120 فيلا وفرسان وعجلات وجيش كثير جدا، وقبضوا عليه حيا وضربوا عليه وعلى الذين يملكون بعده جزية عظيمة ورهائن ووضائع معلومة، وأن يتركوا بلاد الهند ومادي ولود وخيار بلادهم، وأخذوها منه وأعطوها لأومينس الملك. أما عن أحوال أورشليم في ذلك الوقت فقد ذكر المؤرخ اليهودي يوسيفوروس: ثم قوى أمره وعظم شأنه حتى استولى على كثير من الأمم، فداخله العجب والكبرياء وطغي وتجبر،
وأمر بأن تعمل الأصنام على صورته ووجه بها إلى جميع مملكته، وأمر الناس بعبادتها والسجود لها. فأجابته الأمم كلها إلى ذلك، أما اليهود فامتنعوا من ذلك ولم يقبلوه. وقد سعى قوم أشرار باليهود لدى الملك أنتيوخوس، فاشتد غضبه على اليهود وتحرك صوب أورشليم فقتل وسبى، حتى إن سكان المدينة هربوا إلى البلاد والبراري والجبال وأقاموا بها. وتعرض من بقى منهم لاضطهادات كثيرة وهلك منهم كثيرون. وقد أمر الملك أنتيوخوس رئيس الكهنة بالمشاركة في احتفالات تقديم الذبائح النجسة، وحاول منع ممارسة الختان في محاولة لصبغ مدينة أورشليم بالصبغة اليونانية، فجاءت ثورة اليهود المكابيين ردا على تلك الأحداث. وبعد موت أنتيوخوس الثالث حدث تغيير في أيام أنتيوخوس الخامس الذي سمح بإعادة العبادة في الهيكل كسابق عهدها. وفي تلك الحقبة تمكن يهوذا المكابي من الانتصار على عدد من القواد السوريين، ثم رجع إلى أورشليم حيث أعاد هدم جميع المذابح التي أقامها أنتيوخوس الثالث، وأزال الأوثان، وأمر بتطهير الهيكل ثم بناء المذبح وإعادة الخدمات في الهيكل، وأصبح ذلك عيدا لدى اليهود هو عيد التجديد. وبنى يهوذا المكابي أسوارا عالية وبروجا حصينة على جبل سهيون، وأقام فيه جيشا للحراسة. وسنة 163 قبل الميلاد زحف الملك أنتيوخوس الخامس مصطحبا القائد لسياس صوب أورشليم لاستعادتها، فتمكن من هزيمة يهوذا المكابي وعادت أورشليم تحت الحكم السلوقي. وظلت المعارك لقمع ثورة المكابيين حتى قتل يهوذا المكابي سنة 161 قبل الميلاد. وفي سنة 152 قبل الميلاد تمكن يوناثان أخو يهوذا من أن يصبح رئيس الكهنة ونائب الملك في اليهودية، وهكذا تمكن من تجديد مدينة أورشليم وإعادة بناء قلعة الهيكل ورفع الأسوار. وظلت الحروب تتوالى على المدينة حتى تدخل الرومان، وما يزال حديث القدس يأخذنا، والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي. الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. مشاهدينا، ده كان مقال سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، مقال بعنوان ثورات وحروب مدينة السلام بجريدة مصري اليوم. بنشكر سيدنا جدا على هذه الكلمات، وتعيش وتعلمنا سيدنا. وبكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا الإخبارية. دلوقتي هنروح لفقرتنا الصحفية اللي بنتناول وبنحلل فيها أهم المنشطات اللي تصدرت في الصحف المصرية. هيكون معانا مداخلة تليفونية من الكاتب الصحفي أستاذ أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين. لكن قبل كل ده اسمحوا لنا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. Thank you.
أهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه معادنا مع الفقرة الثانية، وهي الفقرة الصحفية اللي بنحلل فيها أهم وآخر المنشطات المتصدرة للمشهد الصحفي. بيسعدنا ويشرفنا وينورنا أن يكون معنا عبر الهاتف أستاذ أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين. أستاذ أيمن، بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين، ويوم جميل يا رب إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. هنروح لأول منشط من الأهرام. قمة مصرية أردنية فلسطينية بمدينة العقبة أمس لبحث تطورات الأوضاع في غزة. عقد الملك عبد الله الثاني في العقبة قمة ثلاثية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة والمستجدات في الضفة الغربية. وتأتي القمة ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع. أستاذ أيمن، إيه النتائج المتوقعة من عقد هذه القمة؟ طبعا ده بيأتي في إطار يعني الدور المصري المهم بالتنسيق مع الأشقاء في كل من الأردن بقيادة الملك عبدالله ورئيس أبو مازن. مصر لديها الحقيقة رؤية وموقف صلب تجاه المجازر الإسرائيلية مع الشعب الفلسطيني. مصر الحقيقة تقود حملة عربية دولية لوقف تلك المجازر على الشعب الفلسطيني، وبالتالي هناك تنسيق للمواقف وتطابق لوجهات النظر في التصدي والوقف الفوري للنار من إسرائيل على الفلسطينيين. النقطة الثانية ودي الأهم، كيف يمكن أن نواجه ما يحدث على أراضي فلسطين من خلال مؤسسات يجب أن تعمل فيها زي الأمم المتحدة وزي مجلس الأمن وزي الدول الفاعلة وحث الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف ليس مع طول الوقت مع إسرائيل، ولكن حتى يكون هناك موقف دولي للحفاظ على أرواح الشهداء أرواح أبناء فلسطين والتقليل من سقوط ضحايا. زي ما حضرتك شايف كل يوم بنسمع وبنرى ضحايا من الأطفال والنساء، وبالتالي مصر الحقيقة خلال يعني نتكلم أكثر من 100 يوم مشاورات ولقاءات ومناشدات وتدخل وبيانات شديدة اللهجة ضد ما يحدث من الإسرائيليين. وأنا أعتقد أن الدور المصري يعني دور مقدر من جميع دول العالم، أشاد به الرئيس الأمريكي وأشاد به عدد من الدول، وبالتالي أنت بتعمل ضغط عالمي على الإسرائيليين حتى الحقيقة يعني يبقى هناك نوع من الإنسانية وهناك نوع من التعامل من خلال التفاوض وليس من خلال القتل اليوم العمد، القتل اليوم العمد للأطفال والنساء في فلسطين. صحيح. طب أستاذ أيمن، يعني إيه دلالة إن هي تكون في قمة ثلاثية في هذا التوقيت بالذات؟ احنا بنتكلم على مشاورات مهمة لأن الموقف المصري والموقف الأردني يعني متطابق من أول الأزمة، أنه لا تهجير للفلسطينيين، لا سماح بتهجير قسري لهم سواء في مصر أو في الأردن. دي موقف ثابت، يعني احنا شفنا لو احنا متذكرين أستاذ مارينا من فترة كان هناك إلغاء للقمة الأمريكية المصرية الفلسطينية الأردنية نتيجة ضرب إحدى المستشفيات، وبالتالي دي يعني في إطار التنسيق الكامل بين الدول، لأن مصر هي معنية طول عمرها بالقضية الفلسطينية. مصر دائما تحافظ على القضية الفلسطينية، تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني، الأردن جزء أساسي من هذا الصراع، وفلسطين هي الدولة التي تحتل منذ عام 1948. وبالتالي القمة في هذا التوقيت حتى تواجه يعني جميع القرارات والإصرار الإسرائيلي على مزيد وقوع مزيد من القتل. يعني تتكلمي على مشاورات دائمة، قرارات دائمة، إصدار بيانات دائمة، يعني نبقى دايما مستعدين دايما لإحداث يعني التصدي لجميع المؤامرة الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني. وهناك موقف عربي الحقيقة، يعني من حدث عن مصر والأردن وفلسطين ده موقف أساس القضية، نحن رافضون ما يحدث، نحن نتصدر كل هذه المجازر، وبالتالي توقيتها مهم جدا في إطار الموقف العالمي الآن. لو تابعنا المواقف، المواقف بتتغير، نشوف جنوب إفريقيا بتعمل إيه دلوقتي وإزاي إن هي يعني بتقف أمام الأمم المتحدة لإدانة هذا الاعتداء والإبادة التي تتم على أرض فلسطين. وأنا أعتقد يعني مصر دايما دورها حي ودورها فعال في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الأعزى. أكيد أستاذ أيمن. يعني خلينا ننتقل كمان للمنشط الثاني من اليوم السابع. رئيس فلسطين يجتمع مع بلينكن ويحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة للتهجير.
حضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف للتهجير من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس. وأكد أبو مازن رفض القيادة الفلسطينية الكامل لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية وأنها لن تسمح بحدوثه. وبحث أبو مازن مع الوزير الأمريكي الزائر آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وأهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين. يعني أستاذ أيمن عاوزين نعرف إيه الرسائل ودلالة وجود بلينكن في فلسطين في الوقت الحالي؟ حضرتك بتتكلمي على يعني موقف أمريكي ثابت، موقف أمريكي متعمد ضد يعني دعم إسرائيل باستمرار. حضرتك بتتكلمي دايما على مواقف ثابتة لإسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حضرتك يعني لازم يجب أن يكون هناك يعني حوار دائم مع أمريكا حتى يكون هناك في اختلاف وجهات النظر، يكون هناك في يعني موقف مختلف للولايات المتحدة الأمريكية. للأسف الولايات المتحدة تدعم إسرائيل يعني طوال الوقت، وبالتالي ما بنتكلم على وزير خارجية، نشوف خطاب وزير خارجية دلوقتي يتحدث عن وجود، لابد أن يكون هناك وجود سلام، لابد أن يكون هناك وجود تفاوض، لأن الحقيقة خلينا نتكلم كده بالمصري زي ما بنقول، يعني الموقف بقى صعب جدا والناس كلها مستاءة في جميع الدول. يعني أربع شهور يا فندم، يعني أربع شهور في حرب الإنسانية، مفيش إنسانية، في مجازر، في قتل، في تعمد قتل الأطفال، وبالتالي إحنا بنتحدث الآن عن يعني إنسانية، ما يحدث الآن ضد الإنسانية. فالموقف دلوقتي بتاع الولايات المتحدة الأمريكية لقت نفسها إن هي مدانة من جميع الدول، الشعوب كلها غاضبة من الموقف الأمريكي، وبالتالي ما يحدث الآن من خلال لغة مختلفة أعتقد دي لصالح القضية الفلسطينية، فيجب أن يكون هناك حوارات مع الإدارة الأمريكية مع السلطة الفلسطينية، وبالتالي يتغير الموقف الأمريكي مع هذه القضية. طيب أستاذ أيمن، يعني لسه مستمرين في حديثنا عن القضية الفلسطينية، لكن خلينا بقى ناخد نظرة أخرى للقضية الفلسطينية من المصري اليوم. الوزراء يؤكد حرص السيسي على مواصلة التنسيق للوصول إلى حلول لأزمة غزة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من القضايا والملفات، واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالاجتماع بالإشارة إلى اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، حيث استحوذت القضية الفلسطينية والوضع الحالي في قطاع غزة على محاور اللقاءات التي عقدها الرئيس مؤخرا، حيث استقبل السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتم استعراض مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي. وأشار أيضا رئيس الوزراء إلى تأكيد الرئيس على الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها الدولة المصرية مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى القطاع لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة. أستاذ أيمن، اعتدنا أنه خلاص بقى كل أسبوع في اجتماع رسمي للحكومة في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ضمن الحقيقة النقاط الهامة جدا اللي دايما بتكون في اجتماع الحكومة هي لقاءات السيد الرئيس في الأيام الأخيرة، واللقاءات لما نيجي نناقشها ولما الحكومة جات ناقشتها، لو أنه الغالب على محاور هذه اللقاءات في الفترة الأخيرة هي القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية واخدة حيز كبير جدا جدا من اهتمام السيد الرئيس خلال لقاءاته الأخيرة. بتشوف إزاي هذا الاهتمام، وبتشوف إزاي يعني استمرار مصر في دعم القضية الفلسطينية من أول يوم حتى الآن دون توقف؟ هو دور مصري أصيل، ودور مصري يعني الشعب المصري من 1948 تتكلم على أكثر من 120 ألف شهيد، نتحدث عن موقف ثابت، موقف خلي بالك احنا كمصريين ملناش مصلحة الا استقلال الدولة، استقرار الشعب، الحفاظ على مؤسساته. مصر دولة عظيمة، دايما بنتحدث مع حضراتكم على فكرة ازاي مصر بتنظر الى هذه الدول، مصر ك يعني ام العروبة وكأقدم دولة في التاريخ واكبر دولة في الشرق الاوسط لمصلحتنا،
لمصلحتنا دايما ان انت تتدخل وقت الازمات ودائما تتحدث عن دور فعال. الشعب المصري مهموم. انا كنت اول امس موجود في جامعه اسيوط وشفت قد ايه الناس بتتكلم على الدور المصري وقد ايه فخورين بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد سامح شكري. واليوم الحقيقه انا كاتب مقال في جريده الوفد عن الدبلوماسيه المصريه ودور الوزير سامح شكري الفعال في حل القضايا في السودان وفي اثيوبيا وفي الصومال وكل مكان. وبالتالي لو بتتكلم على طبيعه العلاقه بين مصر والشعب الفلسطيني، احنا بنحب الفلسطينيين وبنقف معاهم وبنساعدهم، وانت بتعمل ده لله عز وجل، مش عايز انت مش محتاج لمصلحه ولا محتاج شو ولا محتاج اي حاجه. احنا بنتكلم على دور وطني للشعب المصري للحفاظ على الفلسطينيين. تعال شوف التسعة مليون اللي موجودين عندنا من الاشقاء والاصدقاء، هل انت تشعر بحد سوري ولا حد سوداني ولا حد لبناني؟ كلنا عايشين بالعكس، ده بييجوا بيشتغلوا بيعيشوا معانا وبيبقوا مبسوطين جدا، والاكل نفس الاكل والشرب نفس الشرب ونفس الاسعار بتاعتنا. وبالتالي انت مصر، مصر اللي علمت الدنيا. دكتور وسيم السيسي دايما في كتابه الجميل مصر التي لا تعرفونها يتحدث عن ان انت اي حد بيجي يذوب معاك، يذوب معاك في قيمك وفي مبادئك وفي حبك وفي عاداتك وفي تقاليدك. احنا عمرنا ما عملنا حاجه لاجل مصلحه. ويمكن منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث دائما على فكره الـ يعني الوقوف بجوار هذه الدول لمساعدتهم ماديا ومعنويا ومساعدتهم بالخبره وبالافكار، وبالتالي هو يعني علاقه من نوع خاص مع فلسطين. نحن نقف بجوار هذا الشعب الاعزل، نقف معهم لانهم الحقيقه لم يجدوا من يساعدهم من اجل عوده الدوله واستقلال الدوله. احنا بنتكلم يا اخي، افتكر خطاب الرئيس انور السادات 79 في الكنيسه وهو يتحدث انني لم اجئ اليكم لحل القضيه المصريه الاسرائيليه ولكن من اجل فلسطين. طول عمرك من ايام الرئيس جمال عبد الناصر وانور السادات وانت دايما بتتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني كدور وطني وكرساله من الشعب المصري. صحيح. يعني استاذ ايمن، كمان واحنا بنتكلم عن اجتماع مجلس الوزراء في العاصمه الاداريه الجديده، خبر من المصري اليوم بعنوان بروتوكول تعاون بشان سداد مديونيه الصحف القوميه لصالح التامين الاجتماعي. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة الوطنية للصحافة بهدف وضع آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأضاف بموجب هذا البروتوكول تلتزم المؤسسات الصحفية القومية وتحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة بتوفير كافة الاحتياجات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وإعلان على أن يتم خصم 75% من قيمتها من المديونيات المستحقة عليهم، والتزام هذه المؤسسات بسداد حصة من أرباحها في المشروعات الاستثمارية اللي بتمتلكها تحت حساب المديونية المستحقة عليها، مع الالتزام بسداد قيمة الربط الشهري عن العاملين لديهم في المواعيد القانونية. يعني إحنا عاوزين تفاصيل أكتر عن هذا البروتوكول أو فكرة عن هذا البروتوكول يا أستاذ أيمن. وده الحقيقة احنا بنتكلم على وقوف الدولة دايما بجوار المؤسسات القومية. طبعا حضرتك عارف التحدي الكبير الذي حدث بعد السوشيال ميديا وبعد نقول تراجع في قراءة الجرائد والمبيعات والإعلانات، وبالتالي الدولة بتحاول تحل المديونات دي من خلال كثير من المبادرات حتى يعني يكون هناك رسالة للصحف القومية والمؤسسات القومية تؤدي رسالتها في إطار الدور المهم لبناء الانسان ومواجهه التطرف ومواجهه الافكار المتطرفه. انت بتحلي الازمات الماليه دي حتى يكون هناك يعني تفرغ كامل للرساله الاعلاميه. الدوله الحقيقه لا تتنازل عن مساعده مؤسساتها القوميه، لان خلينا نتكلم المؤسسات القوميه من اهم المؤسسات التي تحافظ على الدوله المصريه. نتكلم على الاهرام، نتكلم على الاخبار، نتكلم على الجمهوريه، نتكلم على دار الهلال، نتكلم على روزا اليوسف، نتكلم على دار التحرير، ايضا نتكلم على مسبيرو اللي يعني بنتكلم على صوت مصر وذاكره. صحيح. مصر، وتظل الرساله من مسبيرو هي الرساله الاقوى والاكثر تاثيرا. وبالتالي الدوله بتحاول تحل هذه الازمات حتى يكون هناك يعني تفرغ كامل لرسائل تحافظ على الدوله المصريه وتحافظ على التحديات والاعلام المعادي اللي حضرتك عارفاه في كل لحظه على الدوله المصريه. صحيح. طب يا استاذ ايمن، يعني قبل ما نروح للخبر الثاني، خبر يعني سؤال الحقيقه نفسي اساله لحضرتك من بدري، ازاي الصحافه الورقيه هترجع تنتعش مره تانية؟ هل هذا البروتوكول هيساعد في ده ولا ده ملوش علاقه؟ والله يعني انا هقول لحضرتك اجابه غير مباشره. انا الحقيقه بدرس في اكثر من جامعه وانا امام جيل جديد من الاعلاميين يعني مبدعين،
لو حضرتك بتسألني لازم نضخ طاقات شبابية قادرة على التعامل مع التحدي الرقمي والتحدي الفكري والتحدي الثقافي. لازم تنشط هذه المؤسسات بكوادر شابة قادرة على أحداث نقلة مهم جدا. يعني أنا يعني بجاوب عليك بشكل صريح، أنا أحب بلدي زي جميع المصريين وأتمنى أن تعود الصحافة الورقية، لأن أنا تربيت على الأهرام والأخبار والفورية ورد اليوسف. وبالتالي أنا محتاج طاقات شابة، وأنت حضرتك عارف أنت ما بتلف وتشوف شباب قادر على، يعني بنقول المرحلة دي متطلبة شباب. أقول لك من الآخر خلينا صرحاء، احنا بنحب بلدنا، نحن نحتاج جيل جديد من الإعلاميين والصحفيين قولا واحد. يبقى عشان نتمتع بصحافة ورقية زي ما كان يبقى لازم يكون في جيل جديد من الصحفيين والإعلاميين زي ما أستاذ أيمن بيقول. طيب خلينا ننتقل أستاذ أيمن للخبر اللي بعد كده من اليوم السابع. بوتين بيقول في تصريح لي روسيا أظهرت للعالم أجمع أنها مكتفية ذاتيا في كل شيء. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا أظهرت للعالم أجمع أنها مكتفية ذاتيا في كل شيء. وأضاف بوتين الشيء الرئيسي الذي أثبتناه لأنفسنا وللعالم أجمع هو أن روسيا دولة مكتفية ذاتيا في جميع النواحي، مشيرا إلى أن روسيا قوية وتتقدم للأمام وتتطلع بثقة إلى المستقبل، وهذه بلا شك أهم نتيجة من الماضي. وأوضح بوتين أن الاقتصادات الرائدة في أوروبا تمر أيضا بأوقات عصيبة، مشيرا إلى أن أوروبا أصبحت تعتمد على روسيا بشكل أكبر مما تعتمد روسيا عليه. أستاذ أيمن، تصريحات مهمة من جانب الرئيس الروسي، قال فيها أنه روسيا قوية، روسيا ما تأثرتش بالحرب بما معنى كلامه يعني، وإنها أظهرت للعالم كله أنها مكتفية ذاتيا. ده جزء. الجزء الثاني أنه قال أن أوروبا أصبحت بتعتمد على روسيا أكتر من أن روسيا بتعتمد على أوروبا، وهذا تصريح أعتقد أنه خطير جدا في الوقت الحالي. إيه آخر التطورات بالنسبة للقضية الروسية في ظل طبعا انشغالنا بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية القضاء؟ هو ده بقى إيه الإجابة بتاعتك. كله بيلعب لصالحه، كله بيستغل الظروف لصالحه، وكله الحقيقة طبعا القضية الفلسطينية نفست الناس كلها الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي هو راجل بيلعب، هو راجل بتاع مخابرات، بيستغل انشغال العالم بما يحدث في فلسطين، وبيقول لك أنا موجود، أنا دولة يعني صاحبة فضل، مش عايز قضيته تنام. اتفضل. بقول لحضرتك مش عايز قضيته تنام، يعني عايزة طبعاً دايما طول الوقت تكون طبعاً على الساحة. طبعا أنا أهم دولة بتصدر حبوب، أنا دولة رائدة، أنا دولة بصنع سلاح، هو عايز يقول أنا موجود. وفي الآخر في صراع يعني أمريكي روسي على فكرة قيادة العالم، على فكرة طبعا أنت بتتكلم على فكرة طبعا له مطامع، لا ننسى أن روسيا لها مطامع في المنطقة، روسيا برضو لها يعني تشعر أنها لابد أن تكون متواجدة في الشرق الأوسط. تصريحات كلها يعني هي الاستهلاك الداخلي، بيقول لك أنا يعني دولة قوية ودولة ما تأثرتش بالحرب ودولة، لا طبعا إذا كان إحنا تأثرنا صح ولا لا، إحنا صحيح تأثرنا والعالم كله تأثر من خلال هذه الحرب، لكن هو بيجيد التعامل، بيعمل خطاب بيتقال عليه إعلاميا خطاب نفسي يعني أنا عنديش مشاكل، أنا دولة رقم واحد في العالم، أنا حريص إن أنا كذا. وبالتالي يعني احنا بناخد مثل هذه التصريحات، ليس كل ما يعرف يقال هي تصريحات غير يعني دايما ما يحدث على ارض الواقع، لكن انا اتمنى من الرئيس الروسي ان يسارع في حل القضيه الاوكرانيه الروسيه، لان احنا دفعنا الثمن في الاسعار، ودفعنا الثمن في خلافات، ودفعنا الثمن في حاجات كثيره جدا، بدلا من ان يتحدث عن انجازات يتحدث على يعني خطوات فعليه لمنع القتل ومنع قتل الابرياء سواء من الروس أو سواء من اوكرانيا، ولكن دعنا دائما نتابع ما يحدث على أرض الواقع حتى نتمنى أن يتحقق الاستقرار في المنطقة وينعم العالم باستقرار وعيش وحياة سعيدة إن شاء الله بإذن الله. أستاذ أيمن، يعني في ظل وجود تقارير بتثبت أن روسيا تضررت فعليا بعد الحرب الأوكرانية، توقعاتك للفترة القادمة اقتصاديا؟ طبعا بصي خلينا نتكلم دايما، لابد من يعني كما نعلم جميعا لابد من إسقاط المدافع يوما ما. حضرتك يعني لو اتنين اتخانقوا مع بعض بيبقوا خاسرين حرب طبعا، ونتكلم على سلاح وبنتكلم على عتاد وبنتكلم على بشر وبنتكلم على تجهيزات واجهزه، طبعا في خسائر، ولكن زي ما قلت لحضراتكم من شويه هي قصه حروب نفسيه. انا بتوقع طبعا ان يعني في كل الاحوال بعد اذا طال الحرب لابد من الجلوس والتفاوض، انا اتوقع طبعا
في مرحلة يعني نتحدث نحن وإحنا علينا طبعا في 67 وعلينا من 73، أكيد طبعا هو عانى كثيرا يعني، حتى لو كانت دولة متقدمة ودولة كبيرة، نشافين المدد الأمريكي الإسرائيلي وكيف تخسر إسرائيل يوميا من البشر ومن العتاد ومن الأجهزة ومن المعدات الحديثة. فاللي أنا عايز أقوله إن خلال فترة قريبة جدا إن شاء الله سيكون هناك تفاوض وسيكون هناك استقرار، وطبعا الاقتصاد بالتالي بينتعش مرة أخرى بعد أن يكون هناك استقرار في المنطقة وبعد أن يكون هناك تفاوض. أعتقد يعني هنرجع تاني بقى يبقى الصادرات الروسية موجودة في كل دول العالم وفي تشغيل وفي توظيف وفي طيران، وبالتالي ينتعش الاقتصاد. لكن في حالة الحرب مفيش حرب يبقى قصاده انتعاش اقتصاد، ده حاجة مبدأ معروف يعني. فنتمنى إن شاء الله يكون هناك استقرار. روسيا دولة مهمة بالنسبة لنا، إحنا قدرنا طبعا نستغنى عنها وقدرنا ننوع السلاح من عدد من الدول وننوع أيضا السياحة من عدد من الدول، ولكن في الآخر كمصر إحنا نتمنى الاستقرار لجميع الشعوب حتى تنعم الشعوب بحياة فيها علاقة طيبة وفيها اقتصاد وفيها نجاحات، لأن ده الحقيقة رسالة الدولة المصرية أن ترى جميع الدول مؤسساتها قوية، ليس هناك إرهاب، ليس هناك تصارع أو تصادم. ونتمنى أن يتعلموا من يعني السياسة المصرية في الحفاظ على المؤسسات داخل هذه الدول. أمين يا رب العالم كله يفضل في سلام. الكاتب الصحفي أستاذ أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة العالمين، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه التحليلات، ودايما بنكون سعداء بوجود حضرتك معنا. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الثانية، وهي الفقرة الصحفية اللي حللنا فيها بعض المنشطات اللي كانت متصدرة للمشهد الصحفي. فاصل سريع ونرجع تاني نستكمل باقي حلقتنا، خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد، واحنا داخلين على سنة جديدة واحنا بنعيش أزمة اقتصادية. لو واحد محوش له قرشين ازاي يعرف يستثمرهم؟ هل يستثمرهم في ذهب؟ يستثمرهم في عقارات؟ يستثمرهم في عربيات؟ يستثمرهم في البورصة؟ طب لو هيستثمرهم في البورصة هيستثمرهم في البورصة ازاي، وخصوصا لو هو أول مرة ليه ان هو يدخل مجال البورصة؟ وكمان عاوزين نتعرف على مؤشرات البورصة من بداية هذا العام، عاوزين نناقش التفاصيل دي كلها. عشان كده بيسعدنا ويشرفنا ان يكون معانا على الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال والبورصة. صباح الخير يا أستاذة حنان. صباح الخير يا مارينا. صباح الخير يا أندرو. صباح الفل. صباح الفل أستاذ. صباح الخير. يعني احنا في البداية أستاذة حنان عاوزين نتكلم عن أموال البورصة أو أحوال البورصة المصرية بداية من هذا العام. بصي احنا طبعا كنا طالعين من عام كان فيه ارتفاعات قياسية للمؤشرات، والمتعاملين الافراد زاد عدد المكودين في البورصة المصرية، وكانت مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة اللي هو بيستثمر فيها الافراد عامل ارتفاع 97%. يعني ايه ارتفاع 97%؟ يعني المؤشر ككل عامل طفرات سعرية والاسهم جواه مكسبة الناس مكاسب كبيرة جدا. طيب ليه الناس اقبلت على البورصة العام الماضي وايه اتجاهها العام الحالي؟ اقبلت على البورصة العام الماضي بسبب التضخم، عشان كده الناس بتحاول ان هي، وتضخم يعني انخفاض القوة الشرائية للنقود. يعني انا ما بكون رايحة للسوبر ماركت ومعايا مبلغ، السلة اللي انا بشتري فيها المشتريات كل ما تقل عدد المشتريات اللي انا بشتريها يبقى كده الاسعار عالية، يبقى كده فيه تضخم. طيب دلوقتي مع التضخم الناس عملت ايه؟ انها اتجهت للبورصة او اتجهت لبدائل الاستثمار اللي هي الحاجات اللي اتكلمت عليها، الاستثمار في الذهب والسيارات والعقارات وما الى ذلك، عشان تتحوط يعني تحافظ على نقودها من مخاطر التضخم. طيب بالنسبة للبورصة بقى في السنة الجديدة، هي يعني لسه ما بانش يعني كرامات، بس هي يعني ابتدت ان هي تتخلى عن منطقة 25500 اللي كانت بتهبط منها، وابتدت ان هي تعلى اعلاها. لسه برضو قيم التداول، لان في برضو ناس لسه في الاجازات ما رجعوش تاني للتداول. في طبعا الفتره الحاليه ما بين الناس تحط فلوسها في شهادات ادخاريه، وما بين الناس بتقيم بقى الوضع بالنسبه لها بالنسبه للعام الماضي، هل كان مربح في البورصه هتكمل. طب استاذه حنان، واحنا عاوزين نتكلم عن التداول بشكل خاص، يعني ايه تداول لو في ناس لسه ما تعرفش مجال البورصه؟ التداول يعني اشتري وابيع من خلال شركه تداول مقيده في البورصه ليها سمعه طيبه، او من خلال التطبيقات المتواجده على الهواتف المحموله، ودي بتسهل عمليه التداول، لانه يعني بيبقى المتداول او العميل
ما بيخرجش من البيت وكل تعاملاته بيبقى بإيده، ودي طبعا بتبقى محتاجة ان احنا ندعمه بأفكار وليها يعني مواصفات بيكتسبها بالوقت، لانه طبعا ثقافة التداول دي عايزة زي محتاجة دراسة برضه يا استاذة، يعني هي دراسة بس ممكن دراسة ومتابعة للسوق طول الوقت، فدي طبعا بتبقى مهمة جدا. ولازم على فكرة كل واحد يبقى عنده شوية معلومات عن كل حاجة بتحيط بيه عشان يبقى على معرفة، لان على فكرة الاجيال اللي طالعة جديد بتسأل في كل حاجة، فانت مثلا بتبقى مع اولادك في البيت يجوا يسألوك مثلا سؤال، انا واحدة من الناس بقول كتير ما بعرفش، انما من الافضل برضو ان انت يبقى عندك كده جزء من المعلومات عشان تفيد بيها. وبعدين برضو دايما بنبحث عن ما ننشده على وسائل التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب على الجوجل وما الى ذلك. بس هو واضح يا استاذه دلوقتي انه في اتجاه في الشعب المصري انه في توعيه زياده بمصطلحات الاقتصاد، يعني دلوقتي لما تقعد مع اي حد وتيجي تقول له تضخم وتيجي تقول له استثمار وتيجي تقول له حاجات كتير او مصطلحات كتير ليها علاقه بالاقتصاد تلاقيه بيرد عليك وتلاقيه فاهم كويس جدا، فاعتقد انه الوعي زاد كتير جدا خلال الفتره الاخيره بالنسبه للشعب المصري. تمام، عندك حق، ده بسبب وجود وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. وكل واحد يعني بقول لك انا واحده من الناس كل ما بيبقى حاجه انا مش فاهماها ببحث على جوجل عشان اعرف ايه هي الحاجه دي، وطبعا بعد كده بتعمق فيها واسال اكتر عشان اكتر اعرف اكتر، لان طبعا كان الاول ما فيش المعرفه دي كلها، وبعدين يعني من كثر الازمات اللي بتتعرض اليها الدول اقتصاديا فبقى الاقتصاد من اهم الاهميات المتواجده لدى المواطنين في كل دوله. طيب ايه بقى اهم القطاعات اللي يمكن للمستثمر ان يتعامل بها ليحقق مكاسب؟ بص، القطاعات في البورصه كتيره جدا جدا، ويعني اكتر من 16 قطاع، وكل قطاع له مميزات وله فرص استثماريه، بس دايما بنقول ان احنا عشان خاطر نعمل استثمار متوازن لازم اوازن ما بين قطاع استراتيجي زي مثلا قطاع البنوك اللي هو قطاع المصرفي، ومثلا قطاع اعلى في العائد زي مثلا قطاع الاغذيه والمشروبات، وممكن القطاع بيكون فيه نوع من المخاطره زي قطاع مثلا الكيماويات الاسمده وما الى ذلك. لما بيتم بقى التعامل في الاسهم بعمل لو كان المبلغ صغير دايما ما بعرفش انوع، لكل لما بقى كثر المبلغ اللي انا بستثمر فيه بعمل تنويعه، والتنويعه دي بتفيد ان هي بتقسم المخاطر وبتديرها، ممكن سهم في قطاع طالع في سهم تاني في قطاع تاني نازل، فبيبقى الايه الدنيا موزونه بدل ما يبقى ايه الاسهم كلها عامله مثلا هبوط او عامله ركود، فانت بتبقى حاسس ان استثماراتك مش بتديرها بطريقه سليمه. ودايما برضو بنقول ان القطاع اللي هيستثمر فيه المتعامل على حسب يعني رؤيته للوضع، مثلا ايه في ناس بتشتغل مثلا في قطاع العقارات فبيهم قطاع العقارات المتواجد داخل البورصه، في ناس مثلا بتشوف ان في يعني انتعاشه في السياحه فبتخش في قطاع السياحه وتبقى مركزه على شركات متواجده داخل البورصه باسمها لانها سمع عنها اخبار جيده في السوق في الخارج، فهي برضو ايه بتبقى عايزه نوع من المعرفه ونوع من الثقافه ونوع من اداره المخاطر، يعني اداره المخاطر اشوف نفسي انا هتحمل ان انا ما اكسبش الفتره قد ايه، ان انا مثلا لو كسبت بنسبه هل انا مكتسب هذه النسبه او ولا عاوز اكتر، طب لو السهم ده انخفض انا متحمل الانخفاض والتذبذب ولا غير متحمل، ان كل دي اسمها لازم اداره المخاطر بالنسبه للمتعامل عشان يدير استثماراته بطريقه سليمه. طب استاذه حنان، واحنا بنتكلم عن الاستثمارات عاوزين كمان نتكلم عن بدائل الاستثمار وبترتبط بايه؟ بدائل الاستثمار عندنا المتاحه كتيره جدا، منها الاوعيه الادخاريه ومنها زي ما حضرتك ذكرتي مسبقا السيارات، الذهب، العقار، البورصه، سندات الخزانه، بس كل نوع من هذا الاستثمار بيبقى مرتبط بفتره زمنيه معينه بيستثمر فيها المتعامل ومدى حفظ الادرار هذا العائد والمخاطره اللي بيتحملها وقدرته الماليه. طيب استاذه حنان، يمكن في الفتره الاخيره اصدرت شهادات بعائد 27%، عايزين نعرف من حضرتك اثار هذه الشهادات وكلمينا اكتر بقى عنها يعني بشكل اقتصادي اكتر. تمام، في طبعا الشهادات اللي ابتكرها البنك الاهلي وبنك مصر طبعا دي عائدها مرتفع جدا،
يعني 27% على مدار العام، 26.5% لو بتصرف عائد شهري. فدي بقى بتبقى معمولة مخصوص للقطاع العائلي الغير متحمل للمخاطر، واللي بيبقى عايز عائد شهري يقدر ان هو يصرف منه، لان بيبقى خايف من ان استثماراته تتحجز لفترة طويلة وما يقدرش يوفي بالتزاماته. طبعا يعني دي ليها نوع من المتعاملين، يعني حضرتك بتقول ان دي مخاطرها قليلة جدا او تكاد تكون معلومة. لا، المخاطر متعلقة بيها ان في نهاية الفترة القيمة الشرائية للنقود بسبب التضخم بتنخفض، ولكن بتعوض مثلا بالفايده اللي بيمنحها، ولكن لازم احسب الفايده واحسبها بالتضخم السائد، واعرف بقى اذا كانت هي فايده مجديه ولا فايده غير مجديه. يعني على سبيل المثال الخاص، انا مش بقول كده ان انا يعني ان انا بقول ان هي مش كويسه، لما يكون عندك معدلات التضخم 33% وانت بتدي عائد 27%، طبعا لك ان تحسب. عشان كده دايما بنقول ان هي اللي بيخش فيها اللي هو بيبقى غير متحمل المخاطر. احنا مش بنقول هي كويسه ولا لا، احنا بنعرض الامر على المشاهد اللي بيتفرج علينا، وهو يحكم يقول هو عايز يحط فلوسه في الشهادة، عايز يحط فلوسه في البورصه، ايا كان. انت نوع في بدائل استثماراتك عشان لا تضع البيت كله في سله واحده، على حسب قدرتك الماليه وعلى حسب تحملك للمخاطر وقدرتك على الصبر، لان كل حاجه عايزه صبر، مفيش حاجه من تاني يوم هتعمل عائد، لازم كل حاجه بتبقى عايزه فتره، بس يعني يحسبها شويه بالورقه والقلم اهم حاجه. طب استاذه حنان، في مشاهدين كتير بيتفرجوا علينا دلوقتي، لو عاوزين يخشوا مجال البورصه واول مره ليهم ان هم يخشوا مجال البورصه، ايه نصايح حضرتك ان هم يعني في البدايه ايه اللي يعملوه علشان يعرفوا يفهموا ايه هي البورصه؟ طبعا يتابعوا البرنامج الاقتصادي المتواجده على التلفزيون اللي دايما بتشرح البورصه، بتشرح كيفيه الاستثمار فيها، ويتابعوا كمان المواقع الإلكترونية المتواجدة على الانترنت اللي بتتكلم على البورصة وعلى الأسهم وكيفية الاستثمار وإدارة الاستثمار ويعني إيه تداول ويعني إيه مختلف المصطلحات. وفي موقع البورصة الإلكتروني ده بيبقى موجود فيه يعني جزئية للدوريات، إن هو ممكن يقرأ أكتر عن المؤشرات وإزاي مكونة من إيه وإزاي، ومعدلات بقى اللي بنتكلم عنها والنسب اللي بنتعامل بيها. وبعد كده يتجه الى حاجه اسمها المحاكاه في التداول، في طبعا تطبيقات متواجده على الهواتف المحموله بيعمل نوع من المحاكاه، يبتدي يتداول فيها ويتابع بقى ايه سهم او سهمين، ولو ما ينجح في هذا التداول المحاكاه لانه هيقدر يفهم واحده واحده، يبتدي بقى ان هو يتداول فعليا. اول بقى ما يحب يتداول فعليا يبتدي بقى ايه يتصل بشركات التداول. هل بالفعل بتكون في دراسه يعني في ناس بتدرس التداول بالفعل؟ بصي، هو دلوقتي بقت ماده مهمه جدا داخل الجامعات، انا رحت اديت محاضرات في اكثر من جامعه، دي ماده اساسيه هي ماده البورصه. فكل الشباب اللي طالعين الفتره الحاليه من اولى جامعه لغايه البكالوريوس هم عارفين يعني ايه بورصه. احنا فعلا بنشوف الشباب الصغير دايما هو اللي بيكون شاغل مجال التداول، وكمان بيهتم جدا بان هو يتعلمه. ده انا عايز اقول لك احنا كمان بقينا نتعلم منهم، لانهم بيطوروا في افكارهم وبيحاولوا ان هم يعملوا التداول او الاستثمار بتاعهم بافضل اسلوب، يعني حاجه مبهره فعلا. وبنتعلم احنا كمان منهم الكبار، ودي بتبقى حاجه يعني امتداد بقى وثقافات متنوعه، فبتفيد يعني الاسره ككل. طيب أستاذة حنان، يعني ممكن بقى حد يكون بيتفرج علينا دلوقتي يدور في دماغه كده سؤال مهم جدا، وهو أنه ممكن يقولك أنا مش عايز أستثمر، مش عايز أكتر فلوسي، مش عايز فلوسي تزيد، أنا بس عايز أحافظ على اللي موجود، يعني أنا معايا قرشين عايز أحافظ عليهم، فإزاي أحافظ على قيمة القيمة المالية للفلوس اللي موجودة معايا في ظل التضخم اللي بيكتر يوم عن يوم؟ فيعني احنا دلوقتي لو انا معايا دلوقتي 1000 جنيه، بالتاكيد بعد شهر ال1000 دي قيمتها هتزيد، واللي ب1000 جنيه النهارده او اللي هقدر اشتريه ب1000 جنيه النهارده مش هقدر اشتريه بعد شهر ب1000 جنيه، فازاي احافظ على القيمه الماليه لفلوسي، او ازاي ان انا اوازن في هذا الامر؟ بص، اعمل اداره جيده لاموالي بحيث ان انا من اولها اقسم ما هيتوجه فيه للاستثمار او الادخار، وإيه اللي هصرفه فعليا على حاجات أساسية، وابتعد كل البعد عن الحاجات بقى الترفيهية. وحتى لما أحب أرفه عن نفسي لازم بيبقى بليمت وفي فترات، ما يبقاش يعني أنا شفت شباب كتير
علموني ازاي ان انا ادير اموالي اداره جيده، ما يبقاش كل حاجه في سله واحده. وفي الاخرين يعني مش قادر اقول لك، لو اتحكم على اي فلوس هو بيصرفها يقول لك ايه انا استمتع بوقتي. طبعا لازم نحط برضه في اعتبارنا الكورسات والسفريات اللي بتزود الثقافات والمعرفه، هي ده استثمار في حد ذاته. فيعني هي معضله نوعا ما، بس هو كل واحد يبقى يدير استثماراته عن طريق برضه دايما بنقول زي ما ست البيت علمتنا وامهاتنا علمتنا، كل بالورقه والقلم، مصروف البيت وده هيتجه للادخار وده هيجيب بيه حاجات مهمه للبيت، وده يعني هي دي اساس الاقتصاد من الف للياء. انا افتكر حتى استاذه كان عندنا ماده زمان في المدرسه اسمها تدبير منزلي، يعني يعني استكمالا لكلام حضرتك ان هي فكره التدبير دي مهمه جدا في البيت، وفكره انه ازاي نحافظ على فلوسنا بتدبير، هو تمام. الفكره كلها في التدبير فعلا زي ما حضرتك كنت بتقولي. صحيح أستاذة حنان، يعني فعلا احنا عرفنا ازاي نهتم بالبورصة، ازاي نعرف مجال البورصة، ازاي ازاي نحافظ على الفلوس اللي موجودة حتى لو مش عاوزين نستثمر، ولا انت رأيك ايه يا أندرو؟ صحيح طبعا يا مارينا، زي ما أستاذة حنان كانت بتقول هي فكرة التدبير فكرة مهمة جدا، وفكرة ان احنا نحافظ على فلوسنا في ظل التضخم والأزمة اللي موجودة دي طبعا مهم جدا، ونعرف بقى احنا بنصرف فلوسنا في ايه ونحافظ على فلوسنا ازاي، لانه كمان احنا يعني لو بيت فيه اولاد وفيه اطفال مهم جدا ان احنا ما نحرمهمش من حاجه، بس في نفس الوقت نبقى عارفين كويس قوي احنا بنجيب لهم ايه وامتى وفين وازاي، عشان كمان هم يتعلموا ده من صغرهم ويكبروا ويبقى عارفين يدبروا بيوتهم زي ما احنا بندبر بيوتنا. ده اللي احنا عرفناه واتناقشنا فيه النهارده مع ضيفتنا الاستاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال والبورصه، كانت معانا عبر الهاتف، وحقيقه كان حوار فعلا مهم جدا وشيق جدا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم على متابعتكم، وبشكر زملائي خلف الكاميرات، وبشكر زميلي اندرو اللي كان مشاركني الحلقه النهارده، شكرا يا اندرو. بشكرك يا مارينا، وبشكر حضراتكم على طيب المتابعه، الى ان نلقاكم في حلقات قادمه، الى اللقاء.